عسلامة ومرحبا بكم تلامذتنا. أنا الأستاذة والكوتش سارة جميعي من منصة تقي أكاديمي والمسؤولة أني أنا نقدم حصص المرافقة التربوية للتلامذة. برشة تلامذة بكالوريا ينجموا يكونوا تعبوا وبدات الموتيفاسيون والإنرجي متاعهم تطلع مرة وتهبط مرات، ومش تلامذة الكل عندها الأدوات اللي تنجم تسترجع بها الموتيفاسيون في الوقت المطلوب وبالكيفية المطلوبة. في البودكاست هذا باش نعطيك بعض الخطوات البسيطة والمقدور عليها. الخطوة الأولانية، نحبك تعرف اللي راهو من حقك إنك تتعب، ومن حقك زادة إنك ترتاح، وانتي اللي تحدد مدة الراحة لروحك والطريقة اللي باش ترتاح بها. يعني بعبارة أخرى، انتي محتاج إنك توقف شوية وترد نفس وتعمل بريك. الخطوة الثانية، توا بعد هالوقفة والبريك ذي باش نعملو ريستارت وبداية من جديد. هكا تلقى روحك قادر على انطلاقة جديدة وتنجم ترجع للقراية وللريتم. الخطوة الثالثة، باش تكون الانطلاقة هذه بالحق فريش ستارت، ننصحك تغير بعض الحاجات وإلا تضيف حويجات أخرين. من الحاجات اللي نجمو نغيروهم هو مثلا الديكور متاع البيت اللي نقراو فيها باللي نقدروا راهو إن شاء الله، حتى الاتجاه متاع البيرو اللي قاعدين نقراو عليه. نجم تبدل البلاصة جملة وتجرب بيت أخرى في داركم وإلا تمشي للمكتبة. من الحاجات اللي ننصحكم زادة إنكم تنجموا تضيفوهم وقت اللي تبدأوا قاعدين تقراو هو إنكم تحطوا بحذكم حاجة تشربوها، حاجة تاكلوها، تبدأ بنينة، تنجم تكون من تحضيركم انتوما، هكيك تعمل جو روحك وأمبيانس. وزادة راهو تنجموا تقراو مع حد من أصحابكم، يا إما حضوري وإلا بالكام، وتشجعوا بعضكم على القراية. الخطوة الرابعة والمهمة ونحبكم تركزوا معايا فيها، نحبك ديما تذكر روحك بالأهداف متاعك في الدنيا وباللي أنت تحب توصله. تذكر الأهداف اللي على خاطرها أنت تعب ومضحي، وكان لزم وقت ما تطيح لينرجي تاخو ورقة وتعاود تكتب أهدافك وتحطها في ليست، هكاك تعاود تراها قدامك وتحفز روحك. نحبك زادة تذكر روحك اللي أنت راك باش تفرح كيف تاخذ الباك، وراك باش تكمل تقرأ القراية اللي أنت تحبها وتتخصص فيها، وزادة راك تنجم تختار المسار المهني اللي ممكن راك أنت تحلم به وتتمناه من اللي أنت صغير. وحويجة نحبها تقعد في بالكم، أهدافنا اللي نرسموها لرواحنا هي اللي تخلينا نتحدي وبرشا حاجات منها رواحنا. هكا كانت تاكي تولك بودكاست لليوم، ان شاء الله يا ربي تستفيدوا منها وتعرفوا نفرح برشا بحاجة اخرى انكم تتفاعلوا معه بتعليقكم وباقتراحاتكم زادة اللي تحبونا نخدموه لكم في دي بودكاست اخرين. نعمل عليكم زادة انكم تفيدوا صحابكم بالبرتاج وملتقانا ان شاء الله.